طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. هذا الساتو الشركة، الساتو كيقولوا له سوسيتي ام كونفيكسيون. هذا ماشي بحال هذا بوحدو، هذا بوحدو. هذا ساتو شركة ام كونفيكسيون اوبيتال سوسيتي. تينا شفتي شني كاين؟ شوف الوراق ديالو من داخل ياك. ها الوراق ديالو، هذا الكاشي ديال الشهادة بني ما كذا، هي مكتوبة هنايا 22، الله أعلم شنو هاد. هذا ارتيكل، اقراو اللي كيقراو فرنسية شنو كيعني ارتيكل؟ هو الفصل اللي بغينا نقول شي حاجة الشركة. هذا هو مسيو البليلي عادل، هو معني بالأمر ياك. هذا ماشي باترون، هذا بيدو كان بوبراني، بيدو كيجلس معاهم الماكينه وكيتحنط معاهم عايش معاهم. اللي هذا اللي كيدي الدروش كيدي حتى هو، هذا ما كيديش اللي كيدي الدروش، اقسم بالله ما يديه. حق الله العلي العظيم اللي كيبقى بالجونار اللي كنخلصوا الناس، كنخرجوا من هنا كيقول لي الخاوه بقينا انا وياك على الله، كنقول له الخاوه ربي معانا. يمشيو الناس فرحانين، هذاك هو الربح ديالنا. حنا الربح ديالنا كانت كدا اماندس دات الربح ديالنا، اقسم بالله. كتجينا هنايا، كتجينا هنا كتدي من عندنا ملايين اماندس. كتحملوا المسؤوليه انتم؟ مسؤوليه اماندس. راه طنجه خصها كامله كاينه ولا ما كايناش؟ اشكون اللي متفق معايا؟ واش متفقين معايا؟ اماندس كتحملوها مسؤوليه. ونحملوا ماشي مسؤوليه اماندس، اللي عطي الرخصه اماندس فرنسيه، اماندس فرنسيه ما عندها حتى علاقه تكزرنا ولا ما تكزرنا، ما عندها حتى علاقه. شكون اللي خصنا نحملوا؟ هذوك اللي عطينا الرخصه خصهم، هذوك يعطون ديك الشباب اللي كيقراوا اللي كيتخرجوا دابا وكيفكروا في الحريك، اعطيهم يسروا، راه يسروا احسن من ديك اماندس. احسن من ديك اماندس كاينه ولا؟ واش متفقين معايا ولا ما متفقينش معايا؟ هذه الهضره اللي غنقول لكم كاينه تبارك الله عندنا كفاءات كيحرقوا كياكلوهم الحوت ولا كياكل بنادم. انت كتكذب الناس اللي كيقولوا بان الوثائق عندكم ما كاينينش. اسمعني، الناس خدامين بلا لا سي ان اس اس. شفتوا هاد الوثائق هادو؟ ياه شفتوا هادو؟ قرا لي شني هادي. هادي بريكس ام ار، هادي كذا كذا، جماعه طنجه مقاطعه بني مكدا معلحقه الاداريه 22. هادي تايم الوثائق ديال هذيك، تايم الوثائق. ما عادش احنا عادي حنا ننزلوا مسمع نمشيو نسعوها. هادشي راه عطاهمنا يعني كونطابل ديال الشركه، هاد كونطابل الشركه باش كونطابل في السنطيحه، راه هو عايجي ما يدخلش الى واحد الحاجه وما عارفش وما عندوش الوثائق، راه كيخدم بالوثائق. شنو هادي؟ هادي عاوتاني حتى هي وثيقه من الوثائق ديال هادي. واخا خاي ابراهيم، كاين هاد الوثيقه، نكمل لك الوثائق ونجمعهم باش ما يطيحوش من يدي. واخا كاين هاد الوثيقه، هادي سجل بطنجه كذا، هادي عادل بوليلي، ياك كتشوفوا ما هي عادل بوليلي كتشوفوها. هذا المهم، هذا عقد كراء بشحال كارين؟ بشحال كارين؟ 12000 درهم. 12000 درهم. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي كريم ب 12000 درهم. مليون و 200 الف فرنك. الله يحسن العون، ماشي كرا بوبراني تا هو، ما تعرفش الظروف ديالو. مولاها مولا الله اعلم. يعني الخاوه اللي كيعرف هادشي هذا، انا يعني ما كنعرفش، انا كنعرف السيد اللي كيجي عندنا الله يعمره، هضر ما عنديش فاش. هادي تا هي تبع الشركه، هادي اكس اكسبو شي حاجه ما نعرف، ام كونفيكسيون صار هي، يعني ما نشبروش ونزوقوا هادشي هذا. ونزيدك خصكم تشوفوا حتى التاريخ، تاريخ يعني عندك تكذبوا تقولوا هادشي عاد عملنا ولا شي حاجه. لا راه شفتو انا لا التاريخ. شحال هادي؟ 15 اكتوبر 2018 ما نزيدش يعني. هيا 15 اكتوبر 2018 بالدليل القاطع. واش ما صدقتيهاش الخاوه؟ لا غير باش نصورها. صورها خصك توصلها عندك الناس اللي كيزبلوا فينا، الله يسمحنا بالنوم. خصك فايت تزبل فينا، قول الله يغفر عندك الناس مساكن الله يرحمهم، والله العظيم الا مشاو نجن. هذوك الناس كانوا كيصليوا بالوقت، الصلاة ديالهم كانوا كيصليو بالوقت الخاوة ديالي. كيسمعوا من الشركة ما يعرفش. دابا انت مش الشركة بوبراني، شحال نقول لك عنده ربي وديك الناس. مشاو للناس بقالوا ربي. هادشي اللي عطى الله الخاوة.
كانوا عنده الناس وربي الحبيب هادشي اللي كاين الخاو ما عندوش الفلوس ولادك والله ما عنده الشهر اللي كيخلص فيك كرا وكيفك شي حاجه هادي كيقول الله مالك الحمد حمدتك يا ربي وشكرك. اخ ابراهيم صافي هادشي كلشي شفتو ياك كلشي كافي الامور واضحه. شكرا لك. شفت كل المغاربه اللي خداو الفكره شوف عاد خاطئه وقالوا بلي ان الاخ ديالك ما عنده لا وثائق معمل سري شو تبغي ترجع على هذه الله يسامح لهم دنيا واخره.